احتفالات شرفها بالحضور سمو الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. الحقيقة بنشكره كثيرا لأن حضوره للاحتفالات كان بيمثل دعم كبير للجامعة، والحقيقة كان موجود معنا من أول الاحتفالات لآخرها. ده مش غريب على سمو الشيوخ لأن دايما بيبقوا موجودين في الاحتفالات الخاصة باليوم أو في أي احتفالات تانية. من غير دعمهم ما كانش بتبقى الجامعة توصل لي اللي وصلت إليه في خلال الفترة القصيرة اللي منذ إطلاقها في عام 2019. الحقيقة اليوم كان جميل وأجمل ما فيه هو كان من أبناء وبنات وأعضاء هيئة التدريس اللي موجودين في الجامعة اللي حبوا يوروا مساهمة منهم في حبهم واحتفائهم بمناسبة الذكرى 51 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة واحتفائهم بهذه المناسبة على طريقتهم. وكان الحقيقة اللجنة المنظمة كان عندها خيارين، إن هي تعمل احتفالات تقليدية بالاستعانة بالجهات الخارجية أو بتعمل احتفالات فروم من الألف للياء بتنفيذ طلبة وإمكانات الجامعة. حتى كان في تفصيل بسيط ان احنا لما جينا نهدي الدرع لسمو الشيخ بافتتاح الفعاليات وحضور الاحتفالات كان عندنا ان احنا نجيب حاجه خارجيه، بس اخترنا ان احنا نعمل مجسم للجامعه بتقنيه ثلاثيه الابعاد. التفصيل ده بس بيدل على ان ممكن الواحد يسخر الامكانيات اللي موجوده في الجامعه علشان مش بس ينتج بيها حاجه علميه ولكن يشارك بيها في المشاركه المجتمعيه. الاحتفالات كانت فيها جزء خاص بقدره الجامعه على الانجاز، لان الحقيقه الاحتفالات المحظوظ بذكرى اليوم الوطني مش بتوري بس الفخر باللي حصل قبل كده والاتحاد، ولكن بتوري بصفة أكتر كمان قدرة البلد على الإنجاز من خلال الرؤى اللي بتحطها القيادة واللي بتنفذها الهيئات والمؤسسات وعلى رأسها المؤسسات التعليمية. ودي حاجة مش غريبة، كان في اجتماع لحكومة دولة الإمارات واللي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أكد فيه أن التعليم هو أولوية والرهان للمستقبل. فإحنا واحدة من الجهات المؤسسات التعليمية الرائدة في الإمارة اللي بنؤكد إن شاء الله على نجاح الرهان للمستقبل بإذن الله. في كمان الواحد اللي عاوز يقوله إن كان في سلسلة من الإنجازات المتسارعة اللي حدثت في الشهور الماضية، وكان منها اعتماد برامج ماجستير جديدة بالجامعة اللي هو برنامج إدارة الأعمال، واعتماد الجامعة كمركز لاختبارات الإمسات القياسية. كان في مشكلة في الاختبارات دي إن الطلبة في الإمارة وخارجها كانوا مش قادرين يلتحقوا بالجامعات علشان ما فيش مراكز محددة. الحمد لله اتفتح مركز في الجامعة يعتبر الثاني في المنطقة الشرقية، ولمجرد ما فتحناه وفي خلال 3 أشهر بس عملنا اكتر من 1500 امتحان، رقم ضخم جدا، وده يوري ان كان في احتياج فعلا ليه. وكمان اصبحنا مركز معتمد من قبل جمعيه القلب الامريكيه، بنقدم دورات في الاسعافات القلب الضروريه للعاملين في المجال الصحي ومش صحي وبس، ومجال الشرطي ومجال التعليمي، علشان يقدروا يواجهوا اي حالات طارئه ممكن تظهر ليهم، سواء طبعا التعامل مع الشرطه او في مجال التعليم زي المجال الموجود عندنا. كمان كان في انجازات للطلبه، الحقيقه لو ذكرتها ممكن اخد وقت طويل جدا. ممكن نقول اولها ان كان في وفد لدولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر التغير المناخي، طبعا معروف اللي هو كان موجود في مصر كوب 27. كان في واحدة طالبة من عندنا أختيرة ضمن وفد دولة الإمارات ممثلة رسمية للدولة، علشان إن شاء الله السنة الجاية اللي هو كوب 28 هيبقى في دولة الإمارات. الحقيقة مثلت البلد ومثلت الجامعة بأفضل طريقة ممكنة. كان في كمان مجموعة من الطلبة اللي فازوا بمراكز أولى سواء بمسابقات بحثية أو في خدمات خارجية. وفي كمان عندنا مش بس حاجة علمية، عندنا طالبة في علم النفس فازت بجائزة تأليف في كتاب كان موجود في معرض الشرق للكتاب. فده يوري أن الجامعة ناجحة في رسالتها. المقياس النجاح لأي جامعة هي قدرتها على تخريج طلبة وخريجين يكون عقولهم متفتحة ومستنيرة وعندهم مهارات بحيث يشاركوا في التنمية زي ما قلنا على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى العالم إن شاء الله. المعارض الخارجية طبعا كانت حاجة جميلة، لأن الواحد لما يشوفها يفتكر أن عاملينها شركة محترفة، ولكن بالنسبة لنا إحنا هي أجمل من العمل الاحترافي، ليها جهد وفيها فكر وفيها حب. يعني هم لما حاولوا يعملوا المعارض دي الحقيقة ممكن الناس تشوفها بسيطة، لكن دي كانت نتيجة شغل متصل لأسابيع عشان الناس تمر عليه في دقائق ولا لحظات. بس الواحد لما يشوف الجهد اللي اتعمل للإعداد الحقيقة بيقدرهم جدا وبيشكرهم على ان هم ادونا يوم سعيد، سواء كان بالنسبة لمنتسبي الجامعة او بالنسبة لضيوفنا. فبنشكركم كثيرا وان شاء الله نشوفكم في مناسبات اخرى.